بدايتي مع النادي انا بدات في العاب تانية غير الهاندبول، بدات جمباز، بدات باسكت، بدات العاب قوى. بعد كده عرفت ان والدي يعني الله يرحمه عرف ان هو في فرقه بتتكون في الوقت ده فوداني، ومن هنا بقى بدات كنت بلعب العاب تانية مع الهاندبول. وبعد كده الدنيا مشيت وبقت الدنيا لطيفه يعني، وحسيت ان انا يعني لاقيه نفسي قوي في الهاندبول، والحمد لله الدنيا يعني طورت وبقى ليا حسيت يعني بنفسي جدا في الفتره دي. حقيقي احنا لما بنقعد فتره ما بنجيش النادي، سواء يعني وانا لعيبه ممكن نبقى في المنتخب، نبقى في اجازه يعني اوف سيزون او كده، بتبقى الدنيا اول ما بتخشي النادي كده بتحسي اجواء مختلفه. يعني مش كل الناس هتحسها، بس فعلا يعني حتى وانا داخله النهارده كان بقالي فتره ما جيتش النادي، حسيت قوي ازاي النادي وحشني كده. يعني احنا كنا بنعيش جامد في النادي، يعني بنقعد كتير قوي، بنلعب في كل كورنر في النادي، بنقعد على كل الرصيف اللي في النادي، يعني على الترابيزات، على كل حاجه. احنا كنا اشقياء جدا يعني، الاجيال بالذات بتاعه زمان يعني. انا لعبت 13 سنه درجه اولى بس، غير الناشئات وال يعني القطاع تحت، اعتقد يعني فوق اكتر من 50 بطوله الحمد لله يعني، منهم مثلا 3 سنين انا كابتن الفرقه، فدول برضو كان ليهم واقع مختلف، لان طبعا التتويج بتبقى حاجه مختلفه يعني. فدي من الحاجات اللي الواحد فعلا ما بيفتكر او بيتفرج على الصور بيحس بمشاعر جميله مختلفه يعني. أصعب بطولة أنا قررت إن أنا هعتزل، بس كان القرار يعني بيني وبين نفسي، دي كانت أصعب بطولة، لأن بعد ما كسبنا البطولة أنا كنت عارفة إن ده كان آخر ماتش ليا، بعديها عملت الاعتزال. فكان ماتش حلو جدا يعني، أنا لعبت حلو جدا، لعبة الماتش كله وعاملة يعني سكور هايل، فكنت حاسة قد إيه الحمد لله آخر بصمة هي احسن حاجه ليا يعني، الناس تفتكرني بيها وفرقتي يفتكروني بيها. وانا كابتن الفرقه كان طبعا احنا دايما واحنا بنتصعد او احنا بنلعب درجه اولى كان في بيبقى ناس كبيره، هي بتبقى يعني كبار الفرقه، دايما مشكله بنروح لهم مش عارفه ايه، هم لو في اي كلاش بين حد وحد هم اللي بيحلوا القصه، الموضوع ما بيبقاش قوي ريليتد بالمدربين قد ما يعني مجلس قياده الفرقه. ف يعني زي ما انا اتعلمت حاجات كنت حاسه قوي انه دوري ان انا اعلم الصغيرين اللي طالعين، وكمان المفروض ما يبقاش واحد بس كابتن فرقه، هم كباتن فرقه يعني، كان دوري ان الواحد بيعمل صف تاني صف تالت يعني، وبتعلم الجديد اللي طالع، لان هو ده اللي بيكمل بقى يعني، اللي بنعلمه ده هو ده اللي بيكمل، سواء احنا موجودين مش موجودين، هو ده يعني اجيال دايما فاهمه بتسلم اجيالها هي فعلا يعني. ويمكن الواحد بيشوف الناس على التي في او بيشوفهم هما بيلعبوا او بيتمرنوا بيبقى الموضوع بعيد، غير لما يعني حتى بعد ما بقيت مدربه، لا مثلا كابتن اشرف عواض حاجه تانية يعني، مثلا هو جالنا مدرب في المنتخب، مسكنا فتره في المنتخب، كان بيجي بيلعب معانا اللعبه الصغيره، بيعمل النموذج في التمرين، كان حاجه مبهره، فاحنا كلنا واقفين الحلاوه دي. ايه ده زي التلفزيون. زي التلفزيون بالظبط، ده احنا يعني كانه بيلعب بالظبط. دي كانت حاجه قد ايه انه يعني حتى اداني حاجه كده لحد دلوقتي بتاثر فيا، انه لو حد عمل لو مدرب بيعمل نموذج للعيبه وهو قد ايه حد سبيشال وحد مهم والناس بتتفرج عليه، بيبقوا عايزين بالذات الاطفال الصغيرين عايزين يشوفوه هو بيعمل المهاره دي قدامهم لايف، فهو عمل حاجه ممكن تكون يعني من غير اي قصد او نيه، هو بيتعامل عادي، بس قد ايه الموضوع ده مأثر فيا جدا لحد دلوقتي. فمهم جدا ان انا اعمل النموذج قدام الاطفال قدام اللعيبه عشان يشوفوا المهاره يعني. فدي كانت من الحاجات اللي علمت قوي. احب اقول للجماهير هم يعني
الجماهير عندها وعي كبير جدا، يعني هم بيتابعوا وعارفين تفاصيل وعارفين اللعيبة وعارفين تاريخ كل واحد وكل واحدة في النادي، فهم يعني عندهم كل الحرص على ان المستوى يفضل ملائم للتاريخ. يعني التمسوا للفرق الرياضية الأعذر، لان ساعات مش بيبقى بإيديهم ان هو يبقى غير موفق النهارده.